والله رسالة ممتازة جدا. أنا أشوف نعتبرها حفلة. أنا مقابلة الأهلي والترجي ساعة زوز من عرس بتاع إفريقيا، احنا نقول عرس في تونس، معناها من القامات الكبيرة. هذا العالم الكل باش يتفرج فينا، راهو هذا العالم الكل باش يشاهد الترجي والأهلي في ملعب رائع أمام جماهير رائعة، يتفرج ونحبوا نوريهم مستوى. رانا الفرق العربية والبلدان العربية عندنا كرة قدم، رانا واجبين الاحترام، تحترمونا، رانا تقدرونا، رانا نعرف النظم نهائيات، رانا نعرف حتى من ينتصر من ينهزم يهني المنتصر، ومن ينتصر يقبل المنهزم ويقول له هارد لك. حبوا نعطي درس احنا. انا اكثر، والله اكثر، انا تعرفوني مانيش متعصب اطلاقا، انه نحب نعطي درس. انا ماذا بيا النهائي الاستثنائي، هل النهائي الحلم بين الترجي والاهلي اللي هو مش الاول، ولكن لما يجي هذا النهائي يعطي نكهه اخرى. والله نوليو نتفرجوا كعرب في كاس افريقيا بطريقه اخرى. احنا ما عادش باش نتفرجوا في نهائي، احنا باش نعيشوا نهائي، نهائي بين الترجي والاهلي. الاهلي راهو عنده حب وتقدير شيء كبير، لانه الاهلي فرض هذا الحب، فرض هذا التقدير. لا يمكن للانسان يفهم كره قدم او يعرف تاريخ كره قدم ان لا يحب الاهلي، وهذه قلتها مثل عام. انا ما تنجمش ما تحبش الاهلي وقت اللي تعرف تاريخه وانجازاته ومدى. انا جيت للقاهره، انا حضرت في نهائي النادي الصفاقسي والنادي الاهلي، وحضرت في نهائي النجم الساحلي ونادي الاهلي في القاهره بالذات مرتين، وعملنا بلاتوات من القاهره بالذات، ولمست باعجوبه الحقيقه وباعجاب، مش باعجوبه، باعجاب مدى شعبيه نادي الاهلي في القاهره. شيء رهيب، وتحدثت عنه، قلت القاهرة أصبحت حمراء، حمراء لأنه نادي الأهلي هو القاهرة. وهذا أقوله بمعاينة، لأنه نادي الأهلي فعلا، نادي الأهلي عندكم أهرامات، هذا هرم جديد عندكم وأنتم تفتخروا به، لأنه الهرم بتاع النادي الأهلي ما بقاش في مصر، هو ولا عنده إشعاع للعالم العربي الكل، بل في العالم الكل. نادي الاهلي نحبه برشا، نحترمه برشا، اما سمحني في الكلمه نقولها لك، ماذا بيا نربحوا نهار السبت، وماذا بيا الترجي يهز كاس افريقيا نهار السبت. يعطيكم الصحه. استاذ فتحي، لو سالتك عن الميزان الفني للمباراه، كيف ترى فرص الفريقين من الناحيه الفنيه في لقاء اخوي استثنائي زي ما تصف؟ شوف، فما فرق كبير بين الترجي والاهلي، فرق لا على مستوى معناها مستوى زوج فرق فنيا، لكن الفريق النادي الاهلي فريق عنده تجربه كبيره ياسر، فريق ناضج جدا، الملاعبيه نتاعو مستانسين بالتتويجات، الملاعبيه نتاعو يعرفوا افريقيا. انا نعرف نادي الاهلي، خاف على نادي الاهلي كان في دوري المجموعات، لكن نادي الاهلي وقت نمر من دور المجموعات الى الاقصائيات المباشره، وكانك تهز فريق وتحط فريق، يولي فريق اخر، لانه فريق كاس، فريق تتويجات، عنده الثقافه هذه. فريق الترجي عنده ثقافه التتويجات، ولكن فريق الترجي فما برشا لاعبين جدد، فما برشا لاعبين اللي يلعبوا اليوم يوم السبت في الدور النهائي عمرهم ما لعبوا نهائي افريقي، عمرهم ما شاركوا حتى في كاس افريقيا اطلاقا. دونك انا ذاك علاش نقول بين التجربه، بين النضج، بين التاريخ، بين الرصانه، وبين الطموح، وبين الشباب.